هو موسم تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية. المباحثات واللقاءات التي كانت إستخباراتية وأمنية تخرج للعلن وتطفو إلى السطح خطابات متبادلة من مسؤولي البلدين توحي بأن العلاقات دخلت منعرج إذابة الجليد. مباحثات بغداد التي تم الإعلان عنها لأول مرة في شهر أفريل الماضي. تكاد تدرك جولتها الخامسه واجماع من الطرفين على انها ايجابيه وتسير في الطريق الصحيح الى ابعد من ذلك ذهب وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان عندما قال ان مباحثات بغداد كانت وديه وان بلاده سوف تذهب الى العاصمه العراقيه من جديد بنيه التطبيع مع الغريم الاقليمي الفاينانشال تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول سعودي قولها إن الرياض تلقت طلبا إيرانيا بفتح قنصليتها في جدة. تطور لو يتأكد رسميا فستكون العلاقات الثنائية بين أبرز قوتين إقليميتين في الخليج قد حققت لا محالة أكبر تقدم في مسار التطبيع. تطبيع يرى مراقبون أن الطريق إليه ما زالت طويلة. فمباحثات بغداد تحمل طابع استكشاف النوايا وجس النبض ليس الا وان اختلاف وجهات النظر في قضايا اقليميه عديده قد ينسف اي تقدم تبرز الحرب اليمنيه في صداره الخلاف السعوديه الايرانيه حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومه هناك وتتهم طهران بدعم الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعه في شمال البلاد كما تبدي السعوديه قلقا من النفوذ الايراني في المنطقه وتتهمها بالتدخل في شؤون دول عربيه مثل سوريا والعراق ولبنان ما يهدد بانهيار مسار انهاء القطيعه بين البلدين